الكلينيكال ريسيرش هو عبارة عن structured process. معنى كلمة process يعني هي بتمشي بخطوات. الخطوات دايما بتبدأ عن طريق ان انا شفت ظاهرة ما، فببدأ احط سؤال وبمشي ببروسيس محددة عشان اوصل في النهاية على اجابة على السؤال ده، ان كانت الظاهرة موجودة positive or negative، او ان انا اطلع في النهاية سؤال تاني، اوصل لسؤال تاني بيحتاج لاجابة تانية. سواء كان طريقة الريسيرش كانت qualitative or quantitative research، هي بتمشي بخطوات محددة هنتكلم عنها دلوقتي. الريسيرش بروسيس، اول خطوة هي identification of the research question. دي تقريبا بتبقى هي الموست ديفيكالت ستيب. اي حاجة انت عاوز تبدأها في حياتك بتبقى الخطوة الأولانية هي اللي بيبقى فيها صعوبة، وبعد كده بتلاقي البروسيس مشيت لوحدها. وعشان أبدأ إن أنا أحط سؤال لازم يبقى عندي باك جراوند الأول خلتني أساسا إن أنا أسأل السؤال ده. عشان أسأل سؤال لازم الأول أبدأ أقرأ، أطلع على الليتريتشرز كتير، فببدأ أشوف الناس اتكلمت في مواضيع مختلفة. منطقيا هبدأ أسأل ليه الناس وصلت للإجابة دي وما وصلتش لإجابة تانية، تمام؟ او ممكن يكون انا نفسي عندي كلينيكال اكسبيرينس، يعني انا اشتغلت على مدار سنين في مجال معين، ببدا اطبق مثلا ميثودز اوف تريتمنت، ميثود اوف اسسمنت، فببدا ان انا عاوز اسال هل الميثود اوف تريتمنت دي افكتيف ولا نوت افكتيف. كنت بتناقش خلال اكسبيرينس بتاعتي مع حد تاني من الزملاء وبعدين اختلفنا على نقطه معينه، فيبدا يظهر لي سؤال، السؤال ده انا محتاج ان انا احط له اجابه. في المرحلة دي من الريسيرش اللي هي formulation of the research question، ببدأ أحدد التوبيك اللي أنا هتكلم فيه، ببدأ أحدد السبجكتس اللي أنا هشتغل عليهم، الحالات اللي أنا هشتغل عليهم أو الدياجنوزس اللي أنا هشتغل عليه، ببدأ كمان أحدد الفاريبلز اللي أنا محتاج إن أنا أقيسها، وبالتالي هيبدأ يفتح لي مجال بعد كده إن أنا أبدأ أحط خطة بحثية. وانا بعمل ريسيرش كويستشن كمان بكون فكره عن الهايبوثيسيس او الافتراض اللي انا هحطه. هبدا احط افتراض معين عشان عاوز اوصل له اجابه، ان كانت الاجابه يس اور نو. المرحله الثانيه من الريسيرش بروسيس وهي ديزايننج ذا ستدي، ببدا ان انا احاول ان انا اعمل تخطيط للدراسه اللي انا هعملها. وفي المرحلة دي زي ما نكون بنحط الميثودز، بنبدأ بقى نحط النقط على الحروف، أنا هشتغل إزاي. في المرحلة دي ببدأ أحدد السامبلز من السبجكت اللي أنا هشتغل عليهم وعددهم، وأبدأ أحط الكاركترستكس بتاعتهم. في المرحلة دي كمان أنا أوريدي في المرحلة الأولانية حددت الفاريبلز اللي أنا عاوز أقيسها، هنا بقى ببدأ أحدد هقيسها باستخدام إيه. ولو أنا هستخدم انترفينشن ببدأ احدد بالظبط في خلال المرحله الثانيه ايه نوع الانترفينشن وعمل له ابلكيشن ازاي. في الفورموليشن اوف كويستشن المرحله الاولى والمرحله الثانيه في ديزايننج او في ريسيرش بروسيس، ببدا ان انا احط حاجه اسمها ريسيرش بروبوزل او خطه بحثيه. وانس ان انا عرفت السؤال، وانس ان عرفت الميثودز او حددت الميثودز اللي هتخليني لو انا استخدمتها هتخليني اعرف اجاوب على السؤال، يبقى انا بالتالي حطيت الخطه البحثيه. في المرحله الثالثه ببدا ان انا اطبق بقى الكلام اللي انا حطيته في المرحلتين اللي فاتوا، implementation of the study، ببدا اطبق العملي بتاع البحث بتاعي. وفي المرحله دي هي بتبقى هي time consuming، بتاخد وقت شويه، لان انا خلالها ببدا ان انا اعمل كولكشن للداتا، ببدا اقيس اطبق بقى بالظبط عشان اطلع ارقام. هبدا ان انا في الاول كنت بقول هقيس بايه، دلوقتي انا هبدا بقى استخدم انا قيست ايه. في المرحله الثانيه انا حددت هو وهاو، يعني حددت انا هقيس على مين وهستخدم ايه في القياس او في التريتمنت. في المرحله الثالثه اللي هي امبلمنتيشن اوف ذا ستدي ببدا خلاص اقيس، وكمان لو انا هستخدم انترفينشن معين عشان كفاريبل هياثر على الاستادي بتاعتي، عاوز اشوفه هل هو افكتيف ولا نوت افكتيف، ببدا ان انا استخدمه خلال المرحله الثالثه. يعني ابدا اطبق الميثود اوف تريتمنت ده
ولو خلصت التريتمنت ممكن اقيس مثلا افتر ده برضو during الستادي، لان القياس افتر هو برضو نوع من collection of data. الموضوع بياخد وقت شوية، هو موضوع مش صعب لكن بياخد وقت. الاصعب انك في البداية تحدد السؤال، هو ده المرحلة الصعبة من الريسيرش. بعد ما عملت collection للديتا ابدأ ان انا اعمل لها analysis. ولو انا شغال على quantitative research ببدا ان انا apply statistical analysis. قبل ما اعمل statistical analysis لازم كمان اكون حددته، وده بيتحدد في المرحله الثانيه اللي هي وانا لسه بحدد الميثودز بقول هعمل لها analysis بايه، يعني هعمل analysis للداتا بايه. في المرحله الرابعه اللي هي analysis of data ببدا ان انا اجيب الارقام، هيبقى عندي ارقام كتير طلعتها من الكوليكشن من المرحله اللي قبلها، ابدا ان انا احاول اخلي الارقام دي مور كونسايزد خلاص، بحيث ان انا اعرف اشوفها اعمل لها فيجواليزيشن، اما في شكل رقم ورقم ده اكبر من الرقم ده، فبالتالي اقدر اشوف الارقام وابدا ان انا احكم عليها. ممكن كمان اطلعها في شكل جرافز، الجرافز دي تبدا تقول لي او تفسر لي الظواهر اللي انا استها. في الاناليسيس داتا انا بعمل سمرايزيشن، بلخص الارقام الكتير اللي طلعت قدامي ابدا الخصها في ارقام قليله وارتبها بشكل معين عشان اعرف اشوفها واعرف ان انا احكم عليها بشكل منطقي. اخر مرحله وهي disseminating findings. دلوقتي انا هطلع بريزلتس، خلاص الريزلتس دي هبدا ان انا اتكلم عنها واقول للناس يا جماعه دي التجربه دي انا حصلت على الريزلت دي. فالمفروض اقول للناس ايه الريزلت دي، اقول للناس ازاي عن طريق انشرها بشكل ارتكل او اعمل لها برزنتيشن او اعمل لها بوسترز او اروح اتكلم عليها في مؤتمرات، بهدف ان انا عاوز الناس بعد كده يبداوا ان هم يستخدموا نتيجه البحث بتاعي، سواء كان الناس دول ريسيرشرز باحثين فيبداوا ان هم يطلعوا اسئله جديده من الكلام اللي انا طلعته، او ان هم يكونوا كلينيكال بروفيشنز دكاتره تانيين ممكن ياخدوا نتائج البحث دي ويطبقوها في الـ evidence based practice. يعني في النهاية الـ research كمان بيعمل evidence based practice، بيخلي الناس تطبق البحث في الـ evidence based practice. وزي ما انت شايف قدامك الـ research process هي عبارة عن loop، يعني انا بعد ما خلصت البحث هبدأ كمان identification of research question. البحث اللي انا عملته لازم في النهاية يطلع لي new questions، لازم يطلع لي اسئلة جديدة. لو انا عملت question وجاوبت على السؤال في الاخر وما طلعش من الاجابة بتاعتي اسئلة تانية، يبقى اكيد البحث بتاعي ملوش اهمية. الباحثين عشان يدوروا في الابحاث اللي اتنشرت قبل كده بيدوروا على ابحاث يقدروا ان هم بعد كده يطلعوا منها اسئلة تانية يبدأوا ان هم يبحثوا فيها. في نهاية عملية البحث بطلع results، وكمان بتكلم عن limitations في البحث بتاعي، ايه المشاكل اللي واجهتني اثناء البحث، ايه الحاجات اللي انا ما قدرتش ان انا اتحكم فيها او اعمل عليها كنترول، وابدا اعمل ريكومنديشنز، ابدا اعمل ايه زي توصيات، اقول للناس يا جماعه انا كان واجهتني المشكله بالشكل الفلاني، البحث ده مثلا اتعمل على المصريين بس، البحث ده اتعمل على الميل ما اتعملش على الفيميلز، او اتعمل على الاثنين مع بعض. انا بريكومند ان انتوا كمان ممكن تعملوا ابحاث تانية تتكلم عن مجتمع معين او يتعمل في اماكن تانية غير المكان اللي اشتغلت عليه. عملية البحث العلمي has no end، يعني ما فيش deadline، يعني ما فيش وقت معين نقول خلاص كده احنا جاوبنا على السؤال ده واتقفل مش هنتكلم في الموضوع ده تاني، لا احنا بنحط اسئلة تانية على نفس الموضوع عشان ده الطريقة العلم بيها بيتطور. يجي مثلا حد يبص على الريسيرش بتاعي يلاقيني مثلا يبدأ ان هو يعمل سؤال جديد عن طريق ان هو يغير في السامبلز، تمام، يغير في الميثودز اللي انا استخدمتها سواء كانت في الاسسمنت او تريتمنت. ممكن يكون الناس طوروا طريقه جديده في الاسسمنت انا ما استخدمتهاش في الريسيرش بتاعي، فواحد يقول سؤال طب انا لو استخدمت الطريقه الثانيه دي او الطريقه الحديثه دي في الاسسمنت هل هي هيطلع لي نفس الاجابه بتاعه السؤال بتاعك ولا لا. عشان كده الريسيرش بروسيس از ا كونتينوس لوب.